اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الحقيقه معايا تليفون مهم جدا من واحد من نجوم الجيل، تقريبا ما لعبناش ضد بعض انا وهو، لكن نجم من النجوم الكبيره جدا للنادي الترجي التونسي والمنتخب التونسي. كان بيلعب في وسط الملعب المهاجم اللي هو رقم 8 كده، زي امام، زي السوليه، انا هنا بشبه بالجيل الحالي يعني. واحد من النجوم الكبيره جدا جدا الكابتن اسامه الدراجي. يا كابتن اسامه، ازيك يا كابتننا؟ السلام عليكم، ازيك اخويا لبيب؟ عليكم السلام، ازيك يا كابتن اسامه، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله، الحمد امورك لله، كويسه وكله تمام؟ والله الحمد لله. تشرفنا سعداء جدا بوجودك معانا النهارده. وانا سعيد اكثر ان شاء الله. ربنا يخليك يا حبيبي. كابتن اسامه، يعني خليني ابدا معاك بمواجهه الترجي والنادي الاهلي، رؤيتك الفنيه لهذه المباراه. والله قبل كل شيء تشرفنا فيه، شكرا على المكان فيها النادي الكل، وان شاء الله نتمنى المقابله ان شاء الله تكون فيها في تنافس الروح الرياضيه. المباراه راح تكون صعبه على الفريقين، لانه هذا نهائي ما تقدرش تحكم عليه. الترجي الاهلي من افضل ذو الفرق في افريقيا، والترجي من 2010 وهو ينافس على البطولة الإفريقية، ونادي من أكثر الفرق تتويجا في إفريقيا. يعني الفترة الأخرى من 10 سنوات الزوج فرق هما اللي ينافسوا على البطولة الإفريقية. صحيح صحيح. نظن أنها باش تكون منافسة صعبة بين الاثنين. نظن اللي باش يكون مركز أكثر بدنيا نفسيا هو ان شاء الله هو اللي باش يفوز. عندنا انا فهمت بالنسبه لي، انا راه مباراه 50-50، خاطر صحيح كما قلت لك ما تنجمش تحكم على نهائي في طول الفتره هذه. فهمت الزوج فرق كما قلت لك 10 سنين الاخرانيين كان فما تنافس كبير ما بيناتهم. فهمت ان شاء الله تكون المباراه مهمه، كما قلت لك تكون مباراه ممتازه وتفرج الناس كل تفرج، يكونوا المتفرجين ان شاء الله يتمتعوا بالمباراة الذهاب والإياب، واللي باش يربح إن شاء الله كما نقولوا نحن اللي باش يكون حاضر هو إن شاء الله اللي باش يفوز إن شاء الله. كابتن أسامة، كيف ترى أداء الترجي التونسي مع ميغيل كاردوزو المدير الفني البرتغالي؟ والله الفترة الحمد لله الفترة من اللي جاء المدرب هذا تحسن كثير الأداء نتاع الفريق كمجموعة. تطور كثير كمجموعة، كفريق تطور كثير في الفترة الأخيرة. وهذا يعني ماهوش كما نقولوا نحن ديجا تشوف أنه الترجي يوصل للنهائي ماهوش بالساهل. معناتها يبين لي هو فما خدمه ممتازه قاعد يقوم بها المدرب. هذا نهائي يظهر لي تعدى بمباراه كانت اصعب اللي هي فريق صن داونز. صحيح الفرق الافريقيه يعني مش كما نكونوا العرب، معناتها كما نقولوا نحن الاهلي والترجي باش يكونوا نفس التفكير يعني. فهمت باش يكونوا نفس التفكير ان شاء الله. نتمنى إذا تكون من النهائي بيان سير يكون للترجي إن شاء الله، خاطر هذاك الفريق اللي تربيت فيه واللي تواجدت معاه وكانت عندي فترة طبعا ممتازة برشا. طيب كابتن أسامة، يعني كاردوزو دايما بيعتمد على التأمين الدفاعي. أنا خليني أتكلم على مباراة صن داونز، وهي المباراة الأهم والأكبر خلال الفترة الأخيرة لنادي الترجي. اعتمد فيها على التأمين الدفاعي سواء في تونس أو في جنوب أفريقيا، واللعب على الهجمات المرتدة. هل من الممكن أن نرى هذا الشكل ولا شكل مغاير في المباراة النهائية، في مباراة الذهاب على الأقل؟ والله ما نجمش نحكم، معناتها هذه مرحلة هذوما، هو المدرب هو اللي كما نقولوا يختار، وما نجمش ناخذ الفكرة. معناتها هذوما حاجات كما نقولوا المدرب هو المقتنع وهو الأول والآخر، هو اللي يقدر أنه يعطيك الفكرة هذه. فهمت؟ نعم. بما انه انا راه الفريق كمجموعه متكامل، الترجي تطور عنده خلفه اللي كمجموعه انه ينجم من مجموعه متكامله ومستنده انها تنجم توصل لبعيد ان شاء الله في الكاس الافريقيه هذه ان شاء الله.
كابتن بالمقابله النهائيه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن اسامه، العلاقات المصريه التونسيه او الترجويه الاهلاويه علاقات على اعلى مستوى، وبالتالي اعتقد ان احنا هنجد جوه الماتش وبره الماتش حاجه على اعلى مستوى سواء في تونس او في القاهره. والله ان شاء الله تكون كما تكون مصر وتونس يكونوا يعني ديما يكونوا اخوه مع بعضهم، حتى ما نجمش المباريات وهذوما ما يفرقوا الناس، بالعكس لازم يقربوا الناس لبعضها. نظن انها باش تكون مباراه ان شاء الله باش تكون يتمتعوا بها الناس الكل، باش تكون باش العباد ان شاء الله يفرجونا في كوره ممتازه. نعم. وان شاء الله تكون الروح الرياضيه، واللي باش يربح هو اللي باش يستحق اللي يربح نفرحوا له سواء الدرجه سواء الهذي. وبيان سور كما قلت لك نتمناو نحن كواحد كولد. لا وخلي بالك برضه يا كابتن، الفرقتين صعدا الى كاس العالم 2025، كاس العالم للانديه يعني 2025، وبالتالي الحمد لله يعني هذه حاجه ممتازه بالنسبه للاهلي والترجي. كما قلت لك هما اللي يستحقوا، بما انه الفتره العصر الاعوام الاخيره كانوا هما اللي كما قلنا نحن المد في البطوله الافريقيه. نعم. وكانت المنافسه قويه ما بيناتهم، فهمت؟ صحيح الاهلي عنده تفوز اكثر وكل شيء، والفرنجي هو اللي معناتها المد الاقوى للاهلي، يعني كما نقول يعني ديجا لعبت برشا ضد الاهلي، لعبت كثير ضد الاهلي. كانت منافسه قويه، يعني باش تلعب ضد الاهلي لازم تكون حاضر نفسانيا وبدنيا، وحاجه ممتازه كثير يعني باش تربح الاهلي، فهمت؟ مش بالساهل باش تربح الاهلي. طبعا. وكما قلت لك كما زاد الاهلي زاد في فتره من فترات للترجي كان هو الاول قبل الاهلي في 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 البطوله الافريقيه، وتوج التتويجات الكثيره في البطوله الافريقيه، ومعناتها المنافسه كانت شديده من بعضهم. ونتمنى ان شاء الله الزوز هما الحاجه الباهيه، نشاهد الكاس العالم للانديه، هذا شرف لنا وللعرب الكل وتونس ومصر والترجي والاهلي ان شاء الله. كابتن اسامه، علي معلول نجم كبير وواحد من افضل ان لم يكن الافضل المحترفين في النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، وبالتالي اعتقد بالنسبه له طبعا مش اول مره هيلعب في تونس ومش اول مره هيلعب الترجي مع النادي الاهلي، اعتقد بالنسبه له هتبقى الامور، او قول لي رايك في بالنسبه له هتبقى الامور عامله ازاي؟ والله ما عادش اخويا لعبنا مع بعض ولعبنا مع بعضنا في المنتخب، ولعبنا مع بعضنا وقت كان في ساق، ما لعبتش انا خاطر ما لعبتش ضد وقت كان في الاهلي. نظن اللي عامله علي معلول في الاهلي هو اللي من افضل صحيح كما نقولوا لاعب اجنبي، هو اللي كان مع الاهلي هو علي معلول، يعني في الفترات الكل علي معلول كما نقولوا نحن عمل كل شيء يعني مع الاهلي، مسيره طيبه عملها، ولحد الان بالنسبه لي انا افضل محترف تونسي عمل مسيره كلاعب اجنبي في فريق كيما الاهلي وتونس، وعلي معلول كان ثابت في الاداء نتاعه ولعب بارز في الفريق. نتمنى له كل خير وان شاء الله ديما يكون متفوق، ديما يقعد كما نقولوا نحن اخونا التونسي، نتمنى له كل خير ان شاء الله. اتمنى للجميع الخير. انا بشكرك جدا يا كابتن اسامه على وجودك معانا وعلى هذه المكالمه، شكرا جزيلا. النجم واحد من النجوم الكبار بالمناسبه، يمكن كابتن اسامه نجم كبير في نادي الترجي والمنتخب التونسي.